مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بيعتبر من أهم وأكبر المهرجانات السينمائية في أوروبا والعالم كله، وده السبب في إن مخرجين وصناع السينما بيحاولوا المشاركة فيه بأفضل أعمالهم السينمائية علشان يفوزوا بالأسد الذهبي. انطلقت فعاليات الأسبوع اللي فات من على شاطئ جزيرة الليدو في دورته 73، وزي ما قلنا إن صناع السينما في العالم كله بيشاركوا بأعمالهم، وبيكون طبعا الحضور الأمريكي كبير جدا لأن المهرجان كمان بيعتبر بوابة مهمة للترويج لأفلام السينما الأمريكية لأوروبا. والسنة دي بيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا الإيطالي 7 أفلام أمريكية، وهم أفلام Arrival و The Bad Batch وكمان La La Land، وكمان فيلم The Light Between Oceans, Nocturnal Animals, Voyage of Time وJackie. We journeyed on. You have a very lovely daughter. Excuse me. My sister had a terrible tragedy. Her husband and their baby daughter were lost at sea. You would have been your girl's age by now. وكمان بيشارك في المسابقة الغير رسمية 4 أفلام، وهم دارك نايت وهاكس ريج وذا ماجنيفيسنت 7 وكمان ذا بليدر، وكده تكون مشاركة أمريكا السنة دي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ب 11 فيلم سينمائي. Slaughtered in cold blood. So you seek revenge. I seek righteousness. But I'll take revenge. المهرجان الإيطالي بيساعد الأوسكار في اختيار الأفلام المنافسة على الجوائز، لأن بيكون عرضها الأول دايماً في فينيسيا، والسنتين اللي فاتوا كان فيلم الافتتاح أمريكي وهو بيرد مان، وكمان فيلم سبوتلايت، واللي فعلاً حصلوا بعد كده على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم سنة 2015 و2016. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. I like that poster. You wrote this adaptation? I did, yeah. And you're directing and starring in your adaptation. That's ambitious. Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. مهرجان فينيسيا بيعتبر منصة الانطلاق لسباق الأفلام السينمائية في العالم، وبكده بيكون فينيسيا مفتاح لموسم والسباق الحقيقي لحفل جوائز الأوسكار. The jury found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight. Guys, listen. Everybody's going to be interested in this. برغم من ان مهرجان تيل رايد وتورونتو بيبداوا فعاليتهم بعد فينيسيا، لكن بيعتبر فينيسيا الاهم والاقدم بالنسبه لمهرجانات السينما العالميه، واللي تاسس سنه 1932 وتعرض السنه دي في حفل الافتتاح الفيلم الامريكي لا لا لاند، وهو فيلم غنائي رومانسي. There's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful? برنامج مهرجان فينيسيا السينمائي بيشارك في مسابقته الرسمية ب 20 فيلم من مختلف دول العالم، وطبعا امريكا زي ما قلنا بتشارك في مسابقه رسميه ب7 افلام، وفي المسابقه غير الرسميه بيشارك 18 فيلم متنوعين ما بين روائي ووثائقي، ومسابقه افاق بيشارك فيها 19 فيلم وفيلم واحد خارج المنافسه الرسميه الافاق، وهيتعمل له عرض خاص. والسنه دي بيشارك في مهرجان فينيسيا ضمن لجنه التحكيم الاب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي من مصر، واللي اعتبر مشاركته انها شرف كبير، زي ما اعتبرت نيلي كريم ان مشاركتها ضمن لجنه التحكيم شرف ليها برضه. السنه دي اختاروني كمصري، ولدرجه انا لما قريت الخطابات والايميلات كان كاتب الرئيس المهرجان اللي بعت لي بيقول لي اللي هتكون مسؤوله على الوفد بتاعنا بتقول السنه دي في خاصيه جميله جدا، معانا واحد مصري ومعانا واحد مكسيكي. طبعا ده شرف ليا وشرف لبلدي مصر اللي انا بحبها من كل قلبي، وفي نفس الوقت اتمنى اكون بالفعل صوره مشرفه كبيره جدا لكل المصريين، وبهني المصريين لان كمان في اختيار في فرع تاني الفنانه نيلي كريم هتكون في لجنه التحكيم في مهرجان فينيسيا، وبمشيئه الله نتقابل واحنا الاثنين نقدر ندي صوره جميله جدا عن الفن في مصر وعن السينما في مصر، لان مش كله بيعرف هذه الصوره عن مصر.